السلام عليكم مشاهدينا الأحبة الكرام في كل مكان تشاهدونا وتتابعون مسابقة معارف التراث، هذه المسابقة الرمضانية الفرقية التي يتبارى فيها طلبة الجامعات العراقية بهدف تقديم المعلومة الصحيحة المفيدة المختلفة وأيضا المنافسة والحصول على الجوائز القيمة التي تقدمها هذه المسابقة للفائزين الثلاث، والجائزة الأولى بقيمة 5 مليون دينار عراقي، والجائزة الثانية بقيمة 3 مليون دينار عراقي، والجائزة الثالثة بقيمة 2 مليونين دينار عراقي. إذن نبلش وياكم مشاهدين الأحبة وهذه الأجواء الرمضانية المباركة، ونتبارى ما بين الفريقين بهذه الحلقة شبه ختامية، ما أقول ختامية ولكن شبه ختامية، يعني اللي راح يفوز راح ينافس أما أول أما ثاني، واللي راح يخسر راح ينافس أما ثالث وأما رابع. وهذه هي الخطورة، بهذه النقطة تكمن خطورة هذه الحلقة. اليوم راح يتبارى ويانا فريق جامعة وارث الأنبياء مقابل فريق جامعة الكوفة. كالعادة عندنا 3 جولات في هذه الحلقة، كل جولة فيها 4 أسئلة، وهذه الأسئلة راح تكون فردية والسؤال الأخير جماعي. المختلف فقط في هذه الحلقة إنه الوقت المخصص للإجابة على السؤال هو 20 ثانية وليس 30 ثانية. نتمنى نكون جديين ونكون حريصين على أنه نوصل للإجابات الصحيحة ونحصل أكبر قدر ممكن من النقاط. خلونا نبلش ونستثمر وقتنا ونروح إلى أجواء المنافسة وأجواء الإجابات الحلوة والأسئلة الصعبة، ونبلش ويا جامعة الكوفة. سهل. نبلش وياك يا علي، وإن شاء الله تكون اليوم مستعد ومعنوياتك حلوة وعالية إن شاء الله. سؤالك الأول يا علي في الجولة الأولى يقول: تعرضت مدينة البصرة إلى حصار من قبل الدولة الزندية في العهد العثماني أم في العهد الصفوي أم في العهد المغولي؟ متى تعرضت البصرة إلى الحصار؟ في أي عهد؟ 20 ثانية بقى منها 8، انطيني إجابة قبل ما ينتهي الوقت. إن شاء الله الاختيار الأخير الثالث. الاختيار الثالث العهد المغولي. إذن الاختيار الثالث هو الإجابة الصحيحة وفقا لما يرى علي على هذا السؤال. كنترول، هل الإجابة صح أم خطأ؟ الإجابة خاطئة للأسف يا علي، وما حالفكم الحظ بهذه الإجابة الأولى. نبقى وياكم جامعة وارث الأنبياء وهالمرة لكم، ونروح لمحمد. سؤالك يا محمد يقول: مدرسة إسلامية علمية تعد من أقدم المدارس في النجف الأشرف، تقع في المنطقة الشمالية الشرقية من مرقد أمير المؤمنين عليه السلام في محلة المشراق مقابل مسجد الصاغة، هل هي مدرسة الصدر أم مدرسة المقداد السيوري أم المدرسة الغروية؟ أي هذه المدارس تقع في هذه الجهة من مرقد أمير المؤمنين عليه السلام؟ ركز يا محمد، 20 ثانية فقط، إذا انتهى الوقت ما أخذ الإجابة. يعني شاك بالسؤال بالإجابة الثالثة. شاك بالإجابة الثالثة، اعطيني إجابة انتهى الوقت. المدرسة الغروية. المدرسة الغروية، كنترول ثبت على المدرسة الغروية ونعتمدها كإجابة على السؤال، صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة خاطئة. الإجابة خاطئة يا شباب، نحتاج نركز، نحتاج نكون أكثر دقة. نروح لحسين والجامعة الكوفة. 20 ثانية وياك حلوة، حاول توصل للإجابة. وسؤالك يقول: من المعارك التي حدثت في مدينة الحلة بين الثوار والإنجليز هي معركة القطار، الدغارة أم الرارنجية؟ الرارنجية. تأكد من الإجابة. المعركة الثالثة الرارنجية. 20 ثانية خلصت وياك. طب أحسن لو مقواري، هاي هوسة معروفة. أها، إذن الرارنجية. معركة الرارنجية اللي حققت بها انتصار على القوات الإنجليزية. إذن نثبت على الإجابة الأخيرة يا كنترول ونعتمد الإجابة، وإن شاء الله تكون إجابة صح يا كنترول، والإجابة هي الرارنجية، صح ولا خطأ؟ الإجابة صحيحة، عفوا عليك يا حسين، وعشر نقاط حلوة نفتح بيها ونفتتح بيها جولتنا
مع جامعة الكوفة. ونرجع لعلي، سؤالك يا علي يقول أريد 10 نقاط. السؤال: سوق الشيوخ مدينة عراقية تقع ضمن حدود محافظة ديقار جنوب العراق، وقد كانت عاصمة لمن؟ لإمارة المنتفج أو المنتفك، أم لإمارة كعب، أم لإمارة أبو صالح؟ لمن كانت سوق الشيوخ عاصمة سابقا؟ 20 ثانية فقط يا علي. لإمارة أبو صالح إن شاء الله. إن شاء الله. متأكد من الإجابة علي؟ ثبت لي خلاص الوقت. لإمارة أبو صالح يا كنترول، نثبت على الإجابة الثالثة ونعتمدها كإجابة على سؤال علي لصالح جامعة وارث الأنبياء، وهم ما عندهم ولا نقطة، راح يصيرون 10 يا كنترول لو لا. الإجابة خاطئة للأسف يا علي، الإجابة ليست صحيحة. الإجابة الصحيحة هي لإمارة المنتفج عفوا. يلا ممكن نعوض يا شباب، نروح ويا ليث. ليث سؤالك يقول: زار رشيد علي الجيلاني الديوانية من أجل تحشيد الناس لتأييد حكومته عقب حركة مايس في سنة 1945 أم 1941 أم 1949؟ شو وقت كانت هذه الحركة اللي على أثرها راح زار الديوانية؟ 20 ثانية بس، إذا خلص الوقت يسقط حقك. إن شاء الله 1941. 1941. لعفو 1945. 1941. أنا راح أعتمد إجابتك الأولى لأن الوقت انتهى. 45. يلا 41. ماشي. مثل ما تريد. مو مثل ما أريد. أنت اعتمدت إجابة أولى وخلص الوقت. قلنا 20 ثانية فقط يا شباب. خلونا نتفق من الآن. إذا عبر الوقت ما نقدر نغير، نختار الإجابة فقط. إذن كنترول، نعتمد الإجابة الأولى وهي 1941. هل الإجابة صح أم خطأ؟ الشباب عندهم 10، يا ترى يصيرون 20 ويصعد الفارق بين الفريقين ولا لا؟ كنترول 1 2 3 يا كنترول، الإجابة صح، عفية عليكم يا شباب. سبحان الله. إذا نكمل وياكم يا شباب ونروح إلى جامعة وارث الأنبياء. خلونا مركزين، خلونا حلوين، خلونا نجاوب بالوقت المخصص إلنا، ولما تكون عندنا إجابة خلونا نصفي النية ونروح إلها حتى ما تتخربط علينا المعلومات، وبالنتيجة إحنا ممكن نجيب 10 ونطلع بصفر. تمام؟ تمام. وياك يا حسن نروح إلى سؤالك، وسؤالك يقول: أكمل بناء مدينة سامراء في القرن 3 هجري أم 2 هجري أم 4 هجري؟ متى أكمل بناء هذه المدينة؟ في أي عام؟ 3 هجري أم 2 أم 4؟ شو وقت تم اكتمالها؟ 20 ثانية بس يا حسن. يلا 6 5 4. روحي الخيار الثاني الهجري. الثاني الهجري. كنترول انتهى الوقت، تثبت على الإجابة الثانية وهي 2 الهجري. في هذا العام تم اكتمال مدينة سامراء. هل صح أم خطأ يا كنترول؟ إجابة يا كنترول. الإجابة خاطئة للأسف يا حسن، للأسف الإجابة خاطئة. لا شيء مقابل 20. نرجع للسؤال الجماعي يا شباب، سؤالكم يقول: شبابنا، تعد مدينة الوركاء الآثارية في محافظة المثنى من أقدم الحواضر البشرية، إذ يمتد تأريخها إلى 7000 سنة، 9000 سنة، 5000 سنة. سولفوا ناقشوا بس 20 ثانية بس. بس أتوقع اليوم 7000 سنة. بس شو توقع؟ تشد. يلا 1. يقول أقدم شيء. 8 7 6. بس إيش نختار؟ 5. الأولى 7000 سنة. 7000 سنة. خلص الوقت يا كنترول، والسبعة آلاف سنة هي الإجابة الأخيرة ضمن الجولة الأولى لصالح جامعة الكوفة. هل راح تكون نتيجتهم 30 أم راح تبقى 20 ونودع الجولة ونروح للجولة الثانية؟ يلا يا كنترول
انطينا الإجابة 7000 سنة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة يا كنترول ننتظرها منك، هل هي صح أم خطأ؟ الإجابة الأولى كنترول رجاءً، إحنا في الحلقات الأخيرة والنقاط مهمة، ولكن بذات الوقت صحة الشباب أهم يا كنترول، صحة الشباب أهم، فنرجوك أن تنطينا الإجابة إذا صح أو خطأ، أما قبلها وبعدها ما لنا علاقة. الإجابة صح، عفي عليكم يا شباب، والعشرين صارت 30، العشرين صارت 30، بس هذه الفرحة يعني تستاهلوها وحلوة، بس لا تخليكم يعني خلاص إنه إحنا يعني نزل مي بارد على قلبنا، لا إن شاء الله الأمور لحد الآن غير واضحة، إن شاء الله مثل ما بدينا نمشي وماكو شيء ثابت. حلوة الثقة، حلوة والمعنويات العالية حلوة، لكن بنفس الوقت خلونا نتعامل بواقعية مع طبيعة المسابقة، لازم أكو فوز ولازم يكون أكو خسارة بنفس الوقت، والبدايات حلوة ولكن الخواتيم أحلى. جامعة وارث الأنبياء، سؤالكم الأخير ضمن الجولة الأولى يقول: أول علوي استوطن كربلاء مع ولده في العهد المنتصر العباسي، في عهد المنتصر العباسي، هو محمد الحائري أم شريف الدين محمد أم إبراهيم المجاب؟ من من هؤلاء؟ 20 ثانية ركزوا لي اعطوني الإجابة. يلا 8 7 6 5 4 3. شرف الدين، شرف الدين محمد، شريف الدين، شريف الدين محمد، شريف. كنترول نروح إلى الإجابة رقم 2، شريف الدين محمد، هل هي إجابة صحيحة؟ يا ريت تكون صح وعشر نقاط حلوة يفتتحون بيها رصيدهم، ونروح للجولة الثانية وعندنا 10 نقاط أفضل مما ما عندنا شيء. كنترول راح نروح وياك ونشوف النتيجة، شريف الدين محمد هل الإجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ يلا خلينا نشوف الشباب، الشباب بترقب عالي ينتظرون الإجابة. كنترول أعرف إيش راح تقول لي، راح تقول لي واحدة من الإجابات خاطئة، تقول لي لو ما تقول لي يا ريت تقول لي لا وتنطيني الإجابة وتقول لي هي صح ولا خطأ. إن شاء الله صح. يلا يا كنترول، للأسف أول علوي الإجابة الصح هي إبراهيم المجاب. إبراهيم المجاب أول علوي. حلو نتفق شباب منضوج؟ لا لا نبقى بمعنويات عالية، وعدنا فرصة حلوة، عدنا 320 نقطة شباب، 320 نقطة. إيش قد عدنا؟ 320 نقطة جايات بعدها ما أجل لحد الآن. شبابنا كل اللي عندكم 30 وفرحوا تونسوا سولفوا، بس 320 نقطة خلوهن ببالكم، راح يجن بالجولة الثانية والثالثة وهن اللي غيرن المعادلة. مشاهدين الأحبة الكرام، نبقى وياكم بهذه الأجواء الحلوة، أجواء التنافس والأجواء الصراع، الصراع المعرفي الجميل ما بين الفريقين، ونروح وياكم إلى فاصل قصير، بعد الفاصل نرجع ونبلش بالجولة الثانية، خليكم بترقب وإحنا راجعين لكم بعد الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدين الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، نواصل وإياكم جولاتنا في مسابقة معارف التراث. خلصنا الجولة الأولى وكانت أجواء المنافسة عالية ما بين جامعة الكوفة وجامعة وارث الأنبياء، حصاد الجولة 30 مقابل لا شيء. نبلش الآن ويا جامعة وارث الأنبياء، ونبلش ويا محمد إن شاء الله هالمرة الجولة إن شاء الله طقوسها وتفاصيلها ونتائجها غير شكل إن شاء الله. سؤالكم هالمرة يا محمد يقول: نروح على السؤال الأول مع الكنترول، نشوف السؤال. أديب شيعي من أعيان العصر البويهي استوزره مؤيد الدولة البويهي، فمن هو؟ المتنبي، الصاحب بن عباد، أبو العلاء المعري؟ من من هؤلاء الذي استوزره مؤيد الدولة البويهي وهو أديب شيعي؟ 20 ثانية يا محمد كفيلة بأن تعطيك 30،
وتقولهم خلاص تعادلنا يلا. 5-4 أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري كنترول. ثبت لو ما لي حق. خلاص انتهى الوقت. أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري هي الإجابة التي استحصلنا عليها من قبل محمد كإجابة على السؤال، ونتمنى أن تكون إجابة صحيحة وموفقة. كنترول، الإجابة خاطئة للأسف يا محمد، الإجابة ليست صحيحة. صاحب بن عباد هو الإجابة الصحيحة. شبابنا احنا صح نقول اكو فرصة، صح نقول عدنا بعد جولة وعدنا بعد أسئلة، لكن الخطأ يكلفنا هواي. الخطأ يا شباب يكلفنا هواي، لأن احنا بجولة يعني خلاص، أما نكون أول أو ثاني، أما نكون ثالث أو رابع، فرق كبير في أن تطلع من جولة من المسابقة وأنت بالمركز الأول أو المركز الثاني أو ممكن تكون بالمركز الرابع. خلاص خلونا نركز، خلونا نجيب نقاط حلوة ونروح لجامعة الكوفة. علي حياك الله. الله يحييك. سؤالك يقول: شاعر عراقي من الديانة الصابئية أنشد للإمام الحسين عليه السلام قصائد كثيرة، فمن هو؟ عبد الرزاق عبد الواحد، أم معروف الرصافي، أم جميل صدق الزهاوي؟ كلها أسماء عراقية لامعة بغض النظر عن دياناتها، لكن من هو الذي كان من الديانة الصابئية وأنشد للإمام الحسين؟ 7-6-5-4 إن شاء الله الخيار الأول. الخيار الأول عبد الرزاق عبد الواحد. هل هو شاعر عراقي من الديانة الصابئية يا كنترول؟ يلا نشوف الإجابة. 30-60 يا كنترول ولا لا؟ الإجابة الصح، عفي عليكم يا شباب. 30 صارت 60 بفضل إجابة واحدة، بفضل إجابة واحدة بالجولة الثانية. 30 صارت 60. يلا يا شباب، يلا يا علي، ركلات ترجيح. ها سؤالك يقول يا علي: المدرسة العضدية من أقدم المدارس الدينية في كربلاء، وقد أسسها عضد الدولة البويهي، أم نظام الدولة البويهي، أم عضد الدولة السلجوقي؟ من من هؤلاء مؤسس هذه المدرسة؟ 20 ثانية، 20 ثانية مهمة. عضد الدولة السلجوقي. ثبت على الإجابة الأخيرة. إن شاء الله. كنترول، نعتمد الإجابة الأخيرة، عضد الدولة السلجوقي، ولعلها تكون إجابة صحيحة ونفتتح بها رصيد النقاط لجامعة وارث الأنبياء، ويكون أجواء التنافس شوية متقاربة، ولربما يعني نظام المسابقة قد يختلف يعني من قبل المتسابقين إذا كانت الإجابة صح. المعنويات راح تختلف يا كنترول. هل عضد الدولة السلجوقي إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة خاطئة للأسف يا شباب. طبينا بالجولة الثانية بالسؤال الثاني، لا شيء، لا شيء مقابل 60. حسن كنت مختلف وما عجبتك الإجابة، أنا حسيت هزيت برأسك تقول لها فعلا. نعرف أن شك بالخيارين الأول والثاني أن البويهي. يلا إن شاء الله خير. الجميل هنا أنا أنه ممكن تعرف الإجابة وصاحبك ما يعرف. لا سبحان الله، كل الأسئلة تجي الجماعة تعرفها وتجي والله العظيم. هذه هي بعد، هذا هو النظام المسابق. حلو حسين. ناني بسوق الشيوخ. سؤالك يقول يا حسين، نروح للسؤال: مدرسة الصدر الأعظم النوري من المدارس الدينية المهمة في مدينة كربلاء المقدسة، وقد أسسها من مؤسس هذه المدرسة؟ السيد أبو الحسن الأصفهاني، السيد أبو القاسم الخوئي، الشيخ عبد الحسين الطهراني؟ بلي حلوة، بلي مالتها مال واحدة إجابة. الشيخ عبد الحسين الطهراني. الشيخ عبد الحسين الطهراني. الشيخ عبد الحسين الطهراني الخيار الثالث. متبقي 9 ثواني. متأكدين إن شاء الله؟
متأكدين؟ إن شاء الله. كنترول، الشيخ عبد الحسين الطهراني، هل هو الإجابة الصحيحة أم الخاطئة؟ حسين بكل ثقة أجاب على هذا السؤال. خلونا نشوف الإجابة ومدى صحة الإجابة. يلا يا كنترول، الاختيار الثالث، إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة الشيخ عبد الحسين الطهراني. يلا يا كنترول، خلونا نشوف الإجابة بعيونهم. واحد، اثنين، كنترول. لا كنترول يمزح وياي الكنترول. انت ما تمزح وياهم، تمزح وياي يا كنترول. انت تمزح وياي. الإجابة الثالثة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة صح. عفية عليكم يا شباب، حلوة حلوة. لحظات الفوز واحتساب النقاط واكتسابها لحظات لا تعوض، لحظات جميلة، لحظات بها أكثر من يعني من بعد، بها إنه إحنا أنطينا معلومة، بها إنه إحنا حصلنا نقاط، بها إنه إحنا قربنا من الفوز. كل هذين الأشياء حلوة. 90 مو؟ حلو. لبالكم انتهت؟ ما انتهت. لا إن شاء الله. عندكم 260 نقطة. 260 نقطة يا شباب. كل اللي عندهم 90. وما نعرف شو راح تكون مستوى إجاباتهم القادمة. يعني ممكن الفوز يكون لكم. إن شاء الله موفقين. وسبق وأن صار ويانا سيناريو كهذا يعني مع إحدى الفرق. فلذلك خلونا يعني متشبثين بالأمل. إن شاء الله. واضح الفكرة. 260 نقطة بانتظاركم، كل اللي عندهم 90. ويا من نروح؟ حسن. ويا حسن يعرف دوره. حلو. حسن سؤالك يقول: المتحف المقام في صحن حرم المولى أبو الفضل العباس عليه السلام يحتوي على جملة من الآثاريات والتحف والمخطوطات وما شاكلها، ما اسم هذا المتحف؟ الساقي، الحضرة العباسية، متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات. إن شاء الله. عشرين ثانية. خيار الثالث، متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات. استثمر وقتك إذا تحب. ما يحتاج، رايح له. رايح له. حلو. كنترول يقول أنا رايح للمتحف. وبعد خلاص خلينا يعني نغير واقع اللعب وخلينا نجيب نقاط وخلينا شوية نعدل الكفة. كنترول نروح للإجابة الأخيرة وقول لنا إجابة صحيحة. والإجابة هي الصح. عفية عليكم يا شباب. 30 نقطة حلوة نفتتح بيها رصيدنا، رصيد جامعة وارث الأنبياء. قابلها 90. الفارق قل يا شباب، 60 نقطة فقط بين الفريقين، وباقي عندنا 230. شلونك ليث؟ الحمد لله. مستعد يا ليث؟ إن شاء الله. يلا يا ليث سؤالك. مكتبة المدرسة الشبرية التي أسسها السيد علي شبر تحتوي على جملة من المخطوطات وطبع فهرسها في مجلة الموسم، تقع في النجف الأشرف في محلة الحويش، لو البراق أو البراق، لو المشراق، وين بأي محلة تصير هذه المدرسة؟ يلا 20 ثانية. إن شاء الله البراق. البراق، البراق اللي هو البراق. 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 البراق ها؟ مو النجف مو البراق. البراق إن شاء الله. إيه حلو. زين. محلة البراق يا كنترول. انثبت على الإجابة الثانية. وهل هذه الإجابة راح تمنحنا 30 إضافية لو لا يا كنترول؟ الإجابة الصح. عفية عليكم يا شباب. 120 نقطة. حلوين. 120 نقطة نروح بها للجولة الأخيرة. خلوها 60 شباب، خلوها 60 وقللوا الفارق للنص. سؤالكم يقول: الطابع الذي أصبحت عليه الزغرفة الإسلامية في القرن الثالث الهجري طابع تجريد النباتات، طابع تجريد النباتات، طابع تقليد النباتات، طابع تجريد النباتات، طابع تعقيد النباتات، تجريد النباتات، تجريد النباتات الأول. يا جماعة محضرين زين، محضرين زين الشباب.
حاضرين زين ويقولون خلاص الاختيارات بعد بنحتاجها. يعني السالفة كانت يعني اكو حجارة بالطريق وخرناها والتاير خلص بعد يمشي انتهى الموضوع. طابع وتجريد النباتات يا كنترول، تريد تنطينا الإجابة قبل، تريد تنطينا وحدة وحدة، احنا خلاص عدنا 30 وصرنا 60 واني راح اقف وياهم يا كنترول وننتظر الإجابة. والإجابة صح وعفي عليكم، شكرا لثقتكم الحلوة. 60 مقابل 120، 60 مقابل 120، الفارق 60 نقطة. أجواء حلوة وميتين نقطة جايات أحلى. الجولة الثالثة جولة حاسمة بما تعني الكلمة، 4 أسئلة من نار. عندهم سؤال جماعي مو؟ حلو، ماني يعني أجواء الفرح اللي شفتوا بيها درجة شوية نستني، ممكن حتى السؤال الأخير مات الشباب، لكن بكل الأحوال ممكن يضيفون الرصيدهم وممكن لا. نرجع وياكم جامعة الكوفة، نروح السؤالكم إن شاء الله. وعلاو يقول ما يصير لازم عندهم سؤال، يعني ممكن يجيبون بعد 30 ممكن يصعد الفارق يصيرون 150 إن شاء الله. سؤالكم يا شباب يلا يا كنترول، ما هو الحرف الذي يسمى بتاج الحروف بخط الثلث؟ حرف الحاء. العين أم الحاء أم الواو؟ الحاء. تاج الحروف الحاء متأكدين. الحاء متأكدين. زين علي دا يقول شيء، هو جاي يقول انتظروا ما هي. جاوب ليث بعد. احنا بخذنا ليث، توكل على الله. بخذكم ليث ان شاء الله. الاختيار الثاني ثاني الحاء. الحاء لو الواو؟ لا الحاء. الحاء كنترول، نعتمد الحاء. الاختيار الثاني نصيرون 150 لو يبقون على 120. يلا يا كنترول، حرف الحاء هل هو تاج الحروف بخط الثلث؟ الكنترول ننتظر منك الإجابة. ما يحتاج ننتظر الإجابة أصلاً. يقول ما يحتاج ننتظر الإجابة خلاص، بعد ما عاد ننتظر إجابة الكنترول. الإجابة صحيحة. حلو 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 حلو. 150 نقطة، 150 نقطة مقابل 60، 150 مقابل 60، كلش حلو. هسه الأجواء صارت يعني خطرة حلوة واختلفت بنفس الوقت معايا، لكن الفكرة باقية كما هي مثل ما اتفقنا مشاهدينا ومثل ما يعرفون الشباب. عندنا 200 نقطة جاية، كل اللي عندهم 150 وانتوا عندكم 60. إذا أخذتوا 200 راح تصيرون 260، وممكن هم يجاوبون سؤال سؤالين وممكن لا. فالفكرة هنا تحتاج تركيز، لأن لا زال بالإمكان كلا الفريقين يفوزون. ممكن أنتوا بغض النظر عن فارق النقاط حتى هذه اللحظة. خلونا نركز ونروح سوية للجولة الثالثة. يلا يا مشاهدين الكرام، نروح وياكم إلى فاصل قصير ولعله الأخير في حلقتنا لهذا اليوم، وبعدها راجعين نكمل وياكم جولتنا الأخيرة في مسابقة معارف التراث ما بين جامعة الكوفة ووارث الأنبياء. فاصل وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا الأحبة بعد هذا الفاصل القصير والأخير في حلقتنا لهذا اليوم، مسابقة معارف التراث، ونكمل جولتنا الأخيرة ما بين جامعة الكوفة وجامعة وارث الأنبياء. حصلنا 150 مع جامعة الكوفة، وحصلنا 60 نقطة مع جامعة وارث الأنبياء. هالمرة راح نرجع ويا جامعة الكوفة، وإحنا بالجولة الأخيرة يا علي. وسؤالك الأول يقول بهذه الجولة قيمته 50 نقطة. السؤال يقول: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي من أشهر الفقهاء الشيعة، من مؤلفاته من لا يحضره الفقيه، دفن في مدينة الري، مشهد المقدسة، نجف الأشرف، أين دفن؟ 20 ثانية. يلا يا علي 20 ثانية قابلها 50 نقطة. بس شوفون 20 تقابلها 50. 7 6 5 4 3 يلا الأول الثالث. 1 نجف الأشرف. إذا قلنا الثالث النجف الأشرف خلاص واضح. يلا يا كنترول
علي يقول النجف الأشرف. هل يا ترى النجف الأشرف إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ إذا خاطئة نسبة الفوز لجامعة وارثلم يا أكبر، إذا صحيحة نسبة الفوز إلى علي وفريقه أكبر. فيا ترى يا كنترول، الإجابة صح ولا خطأ؟ النجف الأشرف خاطئ الإجابة يا علي. الإجابة الصحيحة في مدينة الري. ننتقل وياكم يا شباب ونروح إلى جامعة وارث الأنبياء. محمد، المهمة بدأت تصعب. خلي 60 تصير 110 إن شاء الله. وطينا إجابة حلوة وصحيحة. والسؤال وياك يا محمد يقول: إبراهيم بن عبد الله المحض، وهو الأخ الشقيق لمحمد ذي النفس الزكية ومن الثائرين على العباسيين، يقع مرقده في واسط كربلاء المثنى، أين يقع مرقده؟ 20 ثانية. إبراهيم بن عبد الله المحض، الإجابة خلال الوقت. واسط كربلاء المثنى. 5 4 3 2 اختار واحد. المثنى. المثنى. نختار المثنى يا كنترول. نحن بشق الأنفس نصل إلى الإجابة، وبشق الأنفس نحصل من الكنترول على طبيعة الإجابة إذا كانت صح أو خطأ. يا كنترول خفف علينا المهمة وسهل علينا. الله يسهل عليك. خلينا نشوف الإجابة صح ولا خطأ يا كنترول. هل المثنى، انتبهوا يا كنترول، المثنى فقط هي هذه الإجابة، هل هي إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ نروح يا كربلاء، إجابة خاطئة. شكرا شكرا كنترول، شكرا لتوضيح المعلومة. هل المثنى صح ولا خطأ؟ كنترول صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة صح. عفية عليكم. 60 صارت 110. 60 صارت 110. وقلنا بسؤال بسؤالين تنقلب المعادلة يا شباب، يقل الفارق يا شباب. خلونا نركز يا شباب، احنا بالجولة الأخيرة والأسئلة بدت تخلص والجائزة الكبرى بدت تقرب. خلي نشوف من راح يكون الأقرب. يلا يا حسين، سؤالك يقول: كتب بخطه مجموعة نفيسة في حياة الشيخ بهاء الدين العاملي، فيها الحبل المتين وكذلك الوجيزة في الدراية، ولا يبعد أن يكون من تلامذته، هل هو السيد مهدي الحسيني أم السيد مهدي البهبهاني أم السيد فضل الله بن محمد النجفي؟ من هؤلاء الذي كتب بخطه هذه المجموعة النفيسة؟ يلا 20 ثانية. محمد، 50 نصير 200. 5 4 3 الثالث سيد فضل الله بن محمد النجف. خلاص نعتمد الإجابة. كنترول نروح وياك للإجابة الأخيرة، نروح وياك للإجابة الثالثة. السيد فضل الله بن محمد النجفي، هل هو إجابة صحيحة ولا خاطئة يا كنترول؟ عندهم 150، خليها 200 ولا تبقى 150 يا كنترول؟ الإجابة صح. عفية عليكم يا شباب، عفية عليكم. 150 صارت 200. 150 صارت 200، والمسؤولية صارت أصعب. وعلي المسؤولية عليك مضاعفة. عندك 110 وعدهم 200، جيب لنا 50 تصير 160 ونبدي نقترب ويبدي الشغل يختلف. انطينا إجابة حلوة وخلي نروح لسؤالك. يلا يا جامعة وارث الأنبياء، سؤالكم يقول: من أعلام الحائر الحسيني أفاد واستفاد في المدرسة الزينبية، كتب بخطه سنة 840 للهجرة كتاب نهاية السؤول في شرح مبادئ الأصول لفخر الدين بن العلامة الحلي، من هو؟ الحاج السيد نصر الله الموسوي، السيد فخر الدين بن نظام الدين الحسيني، السيد نعمة الله الطالقاني؟ من من هؤلاء هو الذي كان من أعلام الحائر الحسيني وكتب بخطه نهاية السؤول في شرح مبادئ الأصول؟
يلا احسب وياك المتبقي من الوقت. 5 4 3 نصر الله الموسوي. 1 نصر الله الموسوي. الإجابة الأولى يا كنترول، نعتمد الإجابة الأولى، ويا ريت تقول إن الإجابة صحيحة وخلي 110 تصير 160 يا كنترول. نروح إلى الإجابة الأولى، هل هي صح ولا خطأ؟ خطأ الإجابة يا علي. الإجابة الصحيحة هي السيد فخر الدين بن نظام الدين الحسيني وليس السيد نصر الله الموسوي. يلا يا شباب نروح إلى ليث، بعد هالفرصة موجود عندنا شقد يا شباب؟ عندنا بعد 100، احنا 110 نصير 210، كل اللي عندهم 200 لحد الآن كل شيء ممكن، لحد الآن كل شيء ممكن. ليث نعم، ايش راح تسوي؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا يا كنترول، البيت مصطلح عرف في التراث القديم، حددت مادة صناعته وأوصافه في نصوص عدة، نقصد أو عدة عفوا، نقصد به صندوق تجمع فيه أغلفة الكتب، صندوق تجمع فيه أجزاء المصاحف، صندوق تجمع فيه أكثر من نسخة خطية. البيت، يلا يا ليث 20 ثانية، شو نجمع بهذا البيت؟ ماذا يقصد؟ يلا اختيار الثالث ان شاء الله. 5 3 هو الاختيار الثالث. اختيار ثالث، صندوق تجمع فيه أكثر من نسخة خطية. نعتمد الإجابة الأخيرة يا كنترول، صندوق تجمع فيه أكثر من نسخة خطية، يعني وإن اختلفت. يقصد به سابقا البيت، هل هذا صحيح أم خطأ يا كنترول؟ يلا ويا ليث، وليث يقول الإجابة الأولى خاطئة. الكنترول والله والله دمك بارد يا كنترول، والله يقول لك الإيدة بالماي مو مثل الإيدة بالنار، وإحنا يعني حالنا هنا لا يوصف ولا يحسد عليه يا كنترول. ليث يعني متأزم داخليا وينتظر يعني بفارق الصبر الإجابة الصح. هل الإجابة الأخيرة صندوق تجمع فيه أكثر من نسخة خطية؟ لو لا، الإجابة هي خطأ يا ليت. للأسف الإجابة خاطئة. 200 نقطة مقابل 110. شباب إحنا ما نريد نوصل للأشواط الإضافية ولا نريد نطب الجزاءات. هالمرة عندكم 200 وإنتوا عندكم 110، يعني ممكن يصيرون 210 وتفوزون، وما ممكن احتمال ما يجاوبون السؤال الأخير، ممكن لو لا كل شيء جائز، كل شيء جائز. فلذلك خلي معنوياتكم عالية وخلي أملكم بحسن وبما ستأتي من إجابة لاحقة كبير. حسن السؤال إليك، السؤال يقول: الدرس من المصطلحات التي نطالعها في فهارس النسخ الخطية، ويقصد بالدرس ماذا؟ تدارس الطلبة للمخطوط، بيان نوع النسخة الخطية، انمحاء أثر المخطوط ونحوه، ماذا نقصد بالدرس يا حسن؟ أعطيني الإجابة في ظرف ما تبقى من ثواني. لما أبدي أعد وياك يعني طبيت مرحلة الخطر، وراح أقول لك يا حسن 5 4 إن شاء الله. 3 خيار رقم 3 انمحاء أثر المخطوط ونحوه. 1 انمحاء أثر المخطوط ونحوه هو الإجابة الصحيحة أم الخاطئة يا كنترول؟ اتذكر يا كنترول هذا السؤال الأخير بالنسبة للأسئلة الانفرادية، باقي عندنا سؤال بسؤال، إذا إيه راح نصير 160. كنترول أنا باقي ويا الشباب وبما يحملوه بداخلهم من حرقة وتأمل وانتظار ويعني ما أعرف شنو أقول حقيقة، لكن أنتظر ونطالع هذه الشاشة التي هي فيها تعلق الآمال، وعسى أن تكون خضراء.
انمحاء أثر المخطوط ونحوه يا كنترول. الإجابة الأخيرة، هل إجابة صحيحة أم خاطئة يا كنترول؟ الإجابة الأخيرة يا كنترول. يقول قلتلكم، يقول قلتلكم وأنا قلتلكم، مو هو قال لكم يا شباب أنتوا ليش خايفين؟ هو قال لكم، حسن قال لكم هذا السؤال سؤالي وأنا قدر المسؤولية وأنا راح أجيب لكم 50 نقطة حلوة. وقال لكم يابا يعني تكمل اللي ما قال لكم إن السؤال الجاي خليكم وياي وخلنا نشوف همتكم، لو نصير 210 وتكون أمورنا تمام، لو احتمال لا هم أصلاً راح يجاوبون زين. كنترول كنترول، تسمح لنا نسوي فد شغلة بعد إذنك؟ ممكن نسألهم السؤال الجماعي وبعدين نرجع، تسمح لي لو لا؟ لا خليها. تسمح لي لو لا يا كنترول؟ تعرف ليش يا كنترول راح أسوي هذا الشيء؟ لأن أنت إذا قلت لي إيه راح يجيبون 110 210 عفوا يا كنترول، وراح يبقى الجماعة أما يقولون هم الفازوا أو هم يجيبون 250، لأن هسه إذا جاوبوا صح الجماعة خلاص يقولون إحنا بعد انتهى دورنا، حتى لو جبنا 50 إحنا ما راح نوصل. شو تقول يا كنترول؟ تتفق وياي ولا لا يا كنترول؟ يا كنترول كنت منتظر أن تقول لي إيه، ولكن للأسف الشباب يقولون إحنا مستعجلين، جماعة الكوفة يعني، وأني أسمع دقات قلبهم يقولون إحنا مستعجلين وهذا السرة سرانة وهذا الدور دورنا، فأنت ليش تخلينا بقلق أنه أكبر؟ فانطينا الإجابة وانطينا السؤال وخلينا نجاوب عليه، وبعدين تريد تروح لوارث الأنبياء، تريد تبقى يمك الموضوع. فلذلك يا كنترول أنا أسحب مقترحي وأسحب نفسي إلى الوراء قليلاً وأقف أمام جامعة الكوفة وأقولهم الركلة الترجيحية الأخيرة لكم يا شباب، لكن في قانون هذه اللعبة ما كل لاعب وحده يقوض، لا، شلون راح نقدر نجمع أفكارنا مو أقدامنا هنا، نجمع أفكارنا نجمع معلوماتنا ونروح للإجابة الصح ونقول الجول الأخير. شايفين فرحة الجمهور بالجول الأخير شلون يصير؟ خلاص هسه أنتم ممكن تجيبون هذه الفرحة وممكن تبقون تنتظرون تقولون لا 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 لا، راح نبقى ننتظر ونشوف الشباب ايش راح يقولون. يلا يا كنترول أنا راح أروح وياك للشاشة ونشوف السؤال الأخير للشباب، وسؤالكم يقول: ديوان شعر للسيد جعفر بن محمد حسن الحسيني الحلي المتوفى 1315 للهجرة، جمعه أخوه السيد هاشم ورتبه بحسب الترتيب الذي طبع عليه وقد باشر بطبعه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، يطلق عليه هذا الديوان شباب ماذا يطلق عليه؟ هل سحر بابل وسجع البلابل، أم سحر الحلال وقمم الجلال، أم السحر المبين في أوصاف المعصومين؟ 20 ثانية. وليث مستعجل يقول خلوا الإجابة إلي وأني أقول واحد. يلا يا ليث انطينا الإجابة، راح أبدي أعد وياكم منو صاحب اللقب، منو راح يقول الإجابة الأخيرة. يلا 4-3-2-1 الإجابة الأولى. كنترول نثبت على الإجابة الأولى. الكنترول كن ما يتعب نفسه، يقول الكنترول هم لا يتعب نفسه بكل ثقة، ليث بكل ثقة يقول الكنترول لا يتعب نفسه، خلاص الإجابة الصح وأني واثق منها. وقبل لا تطلع الإجابات أنا قلت لكم الأولى، من أين لك هذا؟ نقصد الثقة طبعا، من أين لك هذا؟ من رب العالم. من رب العالم؟ لا موجود بالمنزل. والإجابة من إيه؟ ها؟ متأكد منها يعني؟ إن شاء الله. حلو، إجابة يا كنترول، الإجابة هي صحيحة وعفي عليكم، مبروك ال 250 نقطة، مبروك ال 250 نقطة، مبروك ال 250 نقطة. شبابنا الحلوين جامعة وارث الأنبياء، أنتوا راح تقولون بعد ما عاد يفيدنا إذا كان صح ولا خطأ، لكن أنا أقول لك لا تفيدك يا حبيبي، أنت راح تلعب على الثالث وعلى الرابع
والنقطة الواحدة ممكن تفيدك. كل شيء بالنهاية ممكن نرجع له. فأنت تزود نقاطك شبيه المليونين وشبيه المركز الثالث. مركز ثالث وأطلع من الثلاثة الأوائل. الثلاثة الأوائل حلوين لأن هم محسوبين ضمن حساب الفرق الفائزة. الجوائز هي ثلاثة، أما خمسة أما ثلاثة أما اثنين. وسؤالكم يقول يا شباب، موسوعة كبيرة في 17 مجلد تحمل في مضامينها أعلاما رجالية من القرون الأولى وحتى القرن الرابع عشر، موسومة ب موسوعة طبقات الفقهاء، موسوعة مؤلفي الشيعة، موسوعة طبقات أعلام الشيعة. 20 ثانية ركزوا. موسوعة طبقات أعلام الشيعة ثالث. تعتمدون الإجابة الثالثة، عندكم وقت. خيار الثالثين إن شاء الله. موسوعة طبقات أعلام الشيعة. موسوعة طبقات أعلام الشيعة، ولكن علي أراه معتزل. لماذا يا علي؟ لا هو يعني طالما هم متأكدين أنا أشوف فيها وبين الأولى. طالما هم متأكدين. لا الأولى الثالثة. يعني رأيك مع الجماعة؟ أي ماشي هو هذا هو. متأكد. يلا هو هذا هو. كنترول. موسوعة طبقات أعلام الشيعة هي الإجابة التي ذهبوا إليها الشباب بسؤالهم الأخير. وهل هذه الإجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة الأخيرة يا كنترول خاطئة للأسف. الإجابة الصحيحة هي موسوعة طبقات الفقهاء. حلوين حلوين. اللي وصل لهذه المرحلة بحد ذاتها يعني هو نافس، هو جاوب، هو تغلب على هواي من الأسئلة وطلعت وياه هواي من الفرق. فلذلك هو جزء من هذه المسابقة ومن أبطال هذه المسابقة. فلذلك يا جامعة وارث الأنبياء نقولكم الهمة، الهمة جايتكم بالجولة الأخيرة راح تنافسون بيها على المركز الثالث. ما أقول المركز الرابع، راح تنافسون بيها على المركز الثالث. يا رب إن شاء الله التوفيق يكون حليفكم. شبابنا الحلوين، نتمنى يكون مستوى الإجابات ومستوى الأداء في الجولة الأخيرة غير، والاستعداد أكبر إحنا أما نكون الأول وأما نكون الثاني. علاوي، من ترجع للوالدة وتقولها أنا فايز بالمركز الأول فرحتها غير، صح؟ وهي كل يوم تدعي لك وكل يوم تخابرها وتطلع تبشرها. خليها قلها راح أفوز بالمركز الأول. الحمد لله. يلا الحمد لله، الله يحفظ كل أمهاتنا. يلا يا كنترول، شكرا لك، شكرا لضيوفنا جامعة وارث الأنبياء، جامعة الكوفة، جمهورنا الكريم. وصلنا وياكم إلى ختام الحلقة وراح نروح لسؤالكم مباشرة. وسؤال حلقة اليوم الخاص بالجمهور يقول: صدر عن مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، ماذا صدر؟ كتاب رسالة في الشبهة المحصورة، وهو من تأليف من هذا الكتاب؟ رسالة في الشبهة المحصورة من تأليف من؟ كل ما عليكم معرفة من هو المؤلف وإرسال الإجابة برسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وإن شاء الله تفوزون بإحدى الجوائز الثلاث. أما زيارة بيت الله الحرام أو زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا أو زيارة السيدة زينب عليها السلام. كثروا من الإجابات الصح وتقربوا من الجوائز الكبرى. ننتظركم في حلقة قادمة. شكرا لكم شباب، شكرا لكم أحبائي، نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة وأخيرة مع إحدى الفرق القادمة في أمان الله.